بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. طيب، انتهت الاختبارات، رصدنا نتائج التلاميذ. طيب، مستوى كما رام يتكلموا جميع الأساتذة وجميع المفتشين وجميع الخبراء أن المستوى شوية تراجع بسبب 7 أشهر التلاميذ قاعدين. السنة الماضية ما قراوش الفصل الثالث، شوية المستوى تراجع. لذلك باش يكون علم جميع أولياء التلاميذ أن المستوى كامل تراجع. طيب، يبقى بعض الفئة، كاين بعض التلاميذ اللي اجتهدوا اللي قراوا، مثلا جبرين، عارف جبرين أنا من الجزائر العاصمة، حل 100 سيجي، حل 100 نموذج، هذا تلميذ مجتهد وأمثاله كثر. كاين تلاميذ اللي يبقوا يقراوا مجتهدين، هذا تحصلوا على معدل 9 9.5 عادي. أما في العموم جميع التلاميذ تراجعوا، اللي كان يجيب 9.5 جاب 9، جاب 8.5. مثلا أنا عندي أعلى معدل في القسمة تاعي سنة 5 هذا العام، أعلى معدل 8.57 ولا 8.87، المهم 8 فصل. تلميذة عندي طفلة ربي يبارك فيها إن شاء الله، تلميذة حواء إن شاء الله ربي يبارك فيها. لذلك حبيت نعطيه كلمة، أولياء التلاميذ ما تثبطوش أبنائكم وما تلوموهمش بزاف، ما ديروا لهمش الضغط ولا بريسيون بزاف، شجعوهم حتى وإن كان المجهود اللي بذلوه ناقص وغير كافي، حتى وإن كان المستوى شوية تراجع، ومع ذلك يحتاج التلميذ إلى تشجيع، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى هدية، يحتاج إلى أشياء تزيد تحفزه باش يبذل مجهود أكثر في الفصل الثاني. طيب، حبيت نذكر الأساتذة، أساتذة التعليم الابتدائي وحتى المتوسط الثانوي، يكرموا التلاميذ الأولياء بهدية وتحفيزات وتشجيعات، لأن التلميذ هذا الهدية عندها وقع كبير عند التلميذ. أنا كل عام الحمد لله كل عام التلاميذ الأوائل نكرمهم بهدايا، أحيانا نكرم جميع التلاميذ، لأن التلميذ إذا ادى هدية عند الأستاذ ترسخ له في الذاكرة. لذلك حبيت أذكر الأساتذة بارك الله فيكم، أكرموا التلاميذ وشجعوهم بهدايا وشهادات وأشياء رمزية، لأن الهدية وقعها كبير على القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الهدية تغرس المحبة، تغرس الاحترام في القلب. الأستاذ التلميذ لما تعطي له هدية وتشجعه مع أنه ما بذلش مجهود، راح يحترمك أكثر ويحبك أكثر، وراح تخليه يبذل مجهود أكثر في الفصل الثاني إن شاء الله عز وجل. لذلك حبيت أن نوريكم الهدايا، الهدايا التوعية اللي جبتهم لأحمدهم للتلاميذ التوعية إن شاء الله عز وجل. عندنا حفلة غدا الأربعاء، أربعاء راح نديروا حفلة إن شاء الله عز وجل، والخميس راح نجيبوا هكا عزام اللي يدير ألعاب خفة، ونجيبوا بهلواني ونجيبوا هكا حفلة جماعية يوم الخميس والأربعاء، كل أستاذ يدير حفلة تاعه في القسم تاعه. حبيت نوريكم الهدايا اللي شريتهم للتلاميذ التوعي، نقلب الكاميرا فقط. طيب، كما قلت لكم حبيت نوريكم الهدايا تاعي، هذا القسم تاعي كما راكم تشوفوا. طيب، الشهادات لابد من الشهادات كما راكم تشوفوا، الاوائل راح نمد لهم شهاده امتياز، واللي بعدهم نمد لهم شهاده تشجيع، كذلك نمد لهم معاهم لبيلتا كشف النقاط اللي استخرجناهم من الرقمنه. البيلتا بعدت لهم الدفاتر، البيلتا كشف النقاط مع الشهاده زائد الجوائز. بالنسبه للمرتبه الاولى اللي هي التلميذة حواء، راح نمد لها هذا المجسم اللي هو كرة أرضية تمشي بالبتريسيتي بالكهرباء تشعل الضوء، ظهرت لي أنه مليحة تتعرف على المدن وتتعرف على الدول وخارطة العالم. وشريت المجسمات صغار نفس الشيء، إلا أنه صغار هذو فيهم على شكل حصالة كشغل شحيحة. طيب، شريت كذلك هذا المكعبات، مكعبات تاع الذكاء، مكعبات تاع الذكاء هذو، شريت 3 كبار للثلاثة الأوائل، وزود صغار للتلاميذ الاخرين، شريت 3 كبار و3 صغار. طيب، لي ستيكرز هذو يحبوهم الذراري بزاف، لي ستيكرز هذو تاع التصاور هذوك اللي يلصقوا هذو يموتوا عليهم الذراري، لذلك شريت باكيه نحاول نقسمهم عليهم. كاين تاع الاطفال تاع الذراري بوغ غارسون، كاين بوغ في، كاين هذا وكاين هذا بيبليد هذا تاع البلابل، وكاين تاع البنات هذو تاع البنات هذو. المهم لي ستيكرز هذو فيهم لي ستيكرز تاع التصاور، ماهمش رخاص، ما يكلفوش بزاف. كذلك شريت اقلام هذو اللي راهم شفتهم عجبوني، اقلام على شكل اللقلق بستيلو شابين، شريت 5 فقط للابنات
كذلك شريت مقلامات، كاين بعض التلاميذ اللي ما عندهمش مقلامات، مقلامات هذول نوعيه رفيعه شابه طروادي، زوج تاع بنات وواحده تاع طفل. طيب الشهادات شفناهم، شريت هذو كناشات، كناشات وفيهم القلامات تاعهم، كناش باش يكتبوا فيهم المفردات والاضداد، كناشات هذو للذكور وللبنات، وهذا في اذكار، كناش في اذكار الداخل ادعيه واذكار. ثاني عجبني شريت منه، شريت منه مجموعه. كذلك شريت لهم كتب خارجيه لبورداس، هذا في اللغه العربيه دروس وكذا، وهذا تاع التعبير باش يتفوقوا شويه في التعبير، وهذا كذلك نصوص محلوله في اللغه العربيه. ما تكلفش بزاف، كل استاذ، كل استاذ يشري على حسب مقدوره، لكن التلميذ يحتاج الى تشجيع، يحتاج الى التشجيع ويحتاج الى التحفيز باش يبذل مجهود اكثر. ان شاء الله تنال اعجاب التلاميذ تاعي ان شاء الله. كذلك حتى لصاشي، لصاشي وما نسيتهمش، لصاشي اللي يديروا فيهم الهدايا، شريت، شريت هذه كحله الزرقاء وهذه الغوص تاع البنات، حتى لصاشي اللي يديروا فيهم وما ننساوش باش تكون حفله منظمه غدا ان شاء الله عز وجل، نجيبوا الحلويات ونديروا حفله منظمه غدا يوم الاربعاء ان شاء الله عز وجل. لذلك بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميع الاساتذه، تشجيع التلميذ بهديه رمزيه حتى لو كانت رمزيه، هديه ولا شيء ولا شهاده، راح يوقع يكون له اثر كبير في نفسيه النفس، في نفسيه التلميذ. اكرموا تلاميذكم وشجعوهم بهدايا وبشهادات رمزيه، سيكون لها وقع كبير على قلوبهم. اسال الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمه الله.